سلام بنات، كيفكن؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله كلكم تكونوا بخير. ان شاء الله كاع لكم لاباس وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. معكم بسمله من قناه بخ الجمال العربي. اذا كنت اول مره تشاهدوني لا تنسوا تشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس. تركت لكم رابط قناتي تحت. ما تنسوا تابونوا في ماشين يوتيوب وتفعلوا زر الجرس، هكا باش يوصلكم كامل الفيديو تاعي. وصفة اليوم اللي هي وصفة البسبوسة بالقشطة وصلصة التوفي، البسبوسة اللي كامل الجزائريين يعرفوها، ما كاش اللي ما يعرفهاش. ويلا تعالوا معي لتشوفوا المقادير. وبدون إطالة، أنا هون كنت جهزت عجينة الصابلي، بس إذا ما عندك عجينة الصابلي تقدري تستخدمي بسكويت، أي بسكويت عندك، المهم يكون ما فيه لا كريم ولا شيء، بسكويت جاف. وبنحط 3 ملاعق كبار من الزبدة دايبة، نحطه في مغارف كبار تاع زبدة دايبة، وخلطيهم كلهم منيح منيح لحتى يختلطوا كل المقادير. خلطيهم بيان بيان حتى يختلطوا مع بعضهم. لازم نخلطه منيح منيح لحتى نقدر نتحكم فيها. لازم تخلطيها بيان بيان باش كي تحطيها في سنيوة تشد روحها وتقدري تتحكمي فيها. هون انا كنت جبت صينية وطابع خاص بالبسكويت، الطابع تبعي من تحت ما عنده قاعدة، هيك من الافضل مشان تسهل علينا العملية لما نشيل البسكويت. انا هنايا كنت جبت سنيوة ومول تاع البسكويت، كما قلت من تحت ما عندوش قاعدة، هكا دبخت في غرفة من هكا باش نقدروا نلحو البسكويت تاعنا بسهولة وما يهبلناش. وحطينا كمان النيلون اللي ها مثل هذا اللي انا حطيته. ديري لها بابي كويسون، ولا ما عندك بابي كويسون ديري لها بابي سيلوفان جوست اللي يدخل في الفوق باش ما يذوبلكش. كما درت لها انا هكا من تحتها غلفتها بيها. بعدين حط الخليط تبعي وعملينو هيك مثل ما عم بتشوفي، حط الخليط تاعك في داخل وست فيه هكا غير شويه شويه كيما راكي تشوفي. المول تاعي فيه 20 سنتيمتر، ست فيه هكا بيان كيما راكي تشوفي، ما تخلي حتى زوايا باش الخام ما تخرجلك. لازم تعملي طبقه هيك مشان الكريمه ما بتطلع. مثل ما عم بتشوفوا الخليط تبعنا صار متماسك كانه عجينه حطيناها. بعدين بنروح على المرحله الثانيه اللي بنحتاج فيها 3 علب زبادي. في المرحله الدوزيام كيما قلت نسحقوا 3 ياغورت ناتشور. نحتاج 6 حبات جبن اي نوع عندك، نديرو معاهم من نوع، نسحقو 6 حبات حومة اللي عندك، ماشي لازم كاش كاليتي لنا. هنايا عندي في المغارف كبار تاع حليب بودغة اللي هي اللحظة، ولا ما عندك تقدري تستغني عليها اللحظة. بنحتاج 3 ملاعق كبار من الحليب البودرة، وإذا ما معك عادي تقدر تستغني عنه. وبتخلطيهم كلهم بالخلاط لحتى يذوبوا كل المقادير الزبادي والجبن لحتى تصير كريمة. نخلطوهم مليح مليح بالميكسور حتى تولي عندنا الكريم ليكيد. وهيك بعد ما خلطتهم شوفوا كيف صار القوام تبعها، ذابوا كلياتهم. فوالا شوفوا بعد ما خلطهم كيف ولا القوام تاعها، ذابوا كاع الفخوماج والياغورت. ابخي ديريكتومون نحطها فوق هذاك الخليط اللي درناه قبيله. بعدين مباشره بنحطها فوق الخليط اللي عملناه قبل شوي ونمشيها عليه. وهيك بعد ما حطينا الكريمه فوق الخليط بنحطها مباشره بالفرن على درجه حراره 200، ونشعل الفرن من فوق مو من تحت. فوالا كيما حطينا الكريم تاعنا فوق الخليط ديريكتومون نحطوها في الفرن. ويلا ننتقل على المرحلة التالية. الطبقة التالية نحتاج فيها علبة زبادي طعم الكراميل. انا اخترت طعم الكراميل بس انت اختاري اي طعم بدك. انا خيرت يا وقت تاع الكراميل، صحن فيها ديري اللي تحبيها ولا اللي عندك اللي راهي عندك، وزيدي لها نص كاس زبادي. علبة الزبادي هي نفس اللي بنحط فيها الزيت والسكر. ابخي نزيدو نص علبة ياغورت، بعدين بتحطي نصف علبة زبادي من السكر، وكمان بنحط حبة بيض ونزيدو معاهم حبة بيض ونخلطو كامل زي نخلو كوانا. هنايا راني زدت مغرفة كبيرة تاع الفانيليا. هون حطيت ملعقة من الفانيليا،
وبنخلط كل المقادير لحتى يذوبوا. نخلطوا كامل الزنجريون تاعنا حتى يذوب لنا هذاك السكر وهذاك الياغورت والبيض يتخلط معاهم. بالنسبه للياغورت تقدروا تستعملوا الغول اللي حبيتو، انا حبيت نستعمل هذاك باسكو هذاك واش كان عندي. انتما تقدروا ديروا الغول اللي حبيتو. بالنسبه لعلبه الزبادي تقدروا تستعملوا اي طعم بتحبوا. وبنحط كمان شويه خميره كمية، نزيد لها شويه خميره نص باكي ونخلطوهم كامل. لازم هذاك السكر يذوب، نخلطهم كلهم حتى يذوب السكر. فوالا ما هذيك الزيت باش ما تبقالناش من فوق. وهنايا ثاني راني زدت سميندا علبه ياغورت كيما قلت لكم نعبروا بها علبه ياغورت سميندا. سميندا رقيقه كامل ماشي متوسطه. وهون كمان حطيت علبه زبادي سميد هي. وهون بعد ما حطيت الطبقه تبعي اللي شعلتها الفرن من فوق مثل ما قلت لكم، بنجيب الخليط اللي عملناه هلا تبع السميد بنحطه من فوق. بعد ما نشفت الطبقه تاعي نجيبوا الخليط هذاك تاع السميد نحطه كامل فوق فوق لاكوش هذيك ونوزعها هيك. بعدين مباشره بنحطها على الفرن درجه حراره 200. بعد ما نوزعها كامل هكا نديروها في الفرن. وبيان سور خلوا الفرن تاعكم مشغول غير من فوق، ما تشعلوش كامل من تحت. خلوا الفرن تبعكم شاعل من فوق مو من تحت لحتى يصير لونه فضي من فوق. وبالنسبه لصلصه التوفي انا هون كنت حطيت كوب سكر مع نصف كوب مي. بالنسبه لصلصه التوفي كما قلت لكم انا هنا كنت حطيت كاس سكر مع نصف كاس ماء. نخليهم يغلو مليح، نخليهم لحتى يصيروا غليان يعني لحتى يغلو. حطيهم فوق نار متوسطة وخليهم يغلو. حطيهم فوق النار متوسطة وخليهم حتى يبدو يغلو حتى صلصة التوفي تبعي بصير لونها ذهبي يعني. دونك فوالا بالك وبرك تحركهم. كما راكم تشوفوا السكر رايح كامل يتحبب، منتما بالمقرفة خلطوا غير بشوية باش ما يتحببش. انتو ضلوا تخلطوا بالملعقة لحتى كل السكر يذوب. شوفوا كيف بتصير كأنها عسل. هون كنت حطيت ملعقة كبيرة من دقيق الذرة، نحنا بنسميه مايزينا، احنا نديرو مغرفة كبيرة تاع مايزينا. ذوبتها في شوية ماء نخلطوها لداخل مليح مليح. بنحط ملعقة دقيق الذرة جوا وبنخلط شوي شوي لحتى ما تحرقنا. ضلي تخلطي لحتى تصير ثقيلة شوي. بقي غير تخلطي بشوية شوية حتى تعقد لك. راح تطول لك شوية بصح نورمال باسكو تاخذ هي شوية وقت. راح تطول شوي لحتى تصير ثقيلة، بس شوي شوي لحتى تصير لأنه لازم لك كثير وقت. فوالا كي بقيت نخلط واحد العشر دقايق هكاك، شوفوا كيفاش عقدت لي مليح. ماشي كي تشوفوها ما عقدت لكم تخافوها وتحبسوا، نو ابقوا غير تخلطوا حتى تعقد لكم. شوفوا كيف صارت ثقيله، ضليت عم اخلط شي 10 دقائق هيك لحتى صارت مثل ما بدي. فوالا هنايا البسبوسه تاعي كانت حمرت لي كيما قلت لكم قبيله درتها في الفرن، راهي حمرت لي ولات شابه كيما حبيتها انايا. ديريكتومون نحطوا الكراميل تاعنا وهي سخونه باش اذا بردت رايحه تجمد لكم. ونفرشها هكا فوق الخليط تاعي. مثل ما عم بتشوفوا حطيت الكراميل تبعي فوق البسبوسه اللي صارت حمرا من فوق. حطوها دغري من فوق وبلشوا توزعوا. وزعيها كامل في الجوانب هكا كيما راكي تشوفي. هلو هذا هو الشكل النهائي تاع البسبوسه تاعنا، ان شاء الله تكون عجبتكم. انا كيما راكم تشوفوا درت لها شويه بيستاش من فوقها وخليتها حتى بدات قسمتها. البسبوسه تبعنا صارت جاهزه، ان شاء الله تكون عجبتكم. انا حطيت لها شويه مكسرات من فوق وخليتها لحتى ارتاحت. ان شاء الله تكون عجبتكم وصفه اليوم، يا ريت تجربوها وتحطوا لي في التعليقات. لا تنسوا تحطوا لي لايك اذا عجبتكم اكيد، وتشتركوا في قناتي. معكم بسمله من قناه مطبخ الجمال العربي، رابط قناتي تحت، يا ريت تزوروها وتشتركوا فيها. زورونا مره ما راح تنسونا بالمره. يلا انتبهوا على حالكم، باي باي.